حضارة أطلنتس من آدم حتى الطوفان العظيم ماذا حدث بعد وفاة آدم عليه السلام؟ كيف نشأت أول حضارة عرفها التاريخ على الأرض؟ من هو الشعب الذي أقام أول حضارة في التاريخ؟ وما هو موقعها ومكانها بالتحديد؟ كيف بدأت أول حضارة قديمة منذ فكر التاريخ الأول؟ وكيف انتهت؟ وكيف تحول البشر من الإيمان إلى الكفر والمعصية؟ ومن هو النبي الذي أتى بكل تلك العلوم التي تسببت في قيام أعظم حضارة في التاريخ؟ أين اختفت تلك العلوم؟ وهل حضارة ما قبل الطوفان هي نفسها حضارة أطلنتس الأسطورية؟ وهل هم بناة الأهرامات المصرية؟ كيف نشأت حضارة أطلنتس ومن هم ملوكها وما هي الأعاجيب التي صنعوها جعلت حضارتهم أعظم حضارة في التاريخ؟ لتعرفوا إجابات كل تلك الأسئلة تابعوا الفيديو حتى نهايته ذكرنا في الفيديوهات السابقة كيف بدأت الحياة على الأرض وكيف بنى الجن مدن متطورة في كل مكان وكيف انتهت حضارتهم وذكرنا خلق آدم وحواء ومكان جنتهما ومعصية ابليس وذكرنا ايضا قصة ولدي آدم قابيل وهابيل وكيف انقسمت شعوب الارض الى شعبين شعب سكن الاراضي العليا وشعب سكن الاراضي السفلى وكيف توحد شعوب الاقاليم كلها تحت قياده مهلائيل لمواجهه حرب ابليس والجن ضد البشر وحددنا بدقه مكان اول قريه اقيمت في التاريخ ومكان اول مدينتين على الارض وبالطبع من لم يشاهد الفيديوهات السابقه فعليه مشاهدتها كامله حتى يستطيع فهم الصوره كامله الان وبعد ان انتهت حرب القيامه البشريه بين الانس والجن والانتصار الساحق للبشر. سنذكر لكم اهم ملوك سلاله الاراضي العليا وعاصمتهم بابل وهم ادم وابنه نبي الله شيس ومن بعده انوش ثم ورثه قينان ثم مهلائيل ثم يارد ثم نبي الله ادريس ثم متشولح ثم لامك ثم نبي الله نوح. اما سلاله قابيل في الارض السفلى وعاصمتهم مدينه السوس الاقصى في مصر فكانوا بالترتيب قابيل ثم اخنوخ ثم ايراد ثم محيائيل ثم متشائيل ثم لامك وهو غير لامك ابن نوح نبي الله ولامك هذا أنجب نعمة وتوبال ويوبال وبوبال وهؤلاء من عاصروا طوفان نوح عليه السلام انتهينا في الحلقة الماضية إلى حكم مهلائيل للأراضي العليا والسفلى وكيف انتقلت العلوم الإلهية التي أنزلها الله على أبونا آدم وابنه شيس عليهما السلام وكيف أوصى آدم ابنه بأن لا تذهب تلك العلوم إلى شعب قابيل وكيف اضطر مهلائيل إلى تسليم تلك العلوم لشعب قابيل لمساعدته على مواجهة خطر حرب القيامة البشرية أول حرب في التاريخ ومن بعد مهلائيل حكم ابنه يارد وفي زمن حكم يارد انقلب كل شيء رأسا على عقب فقد استغل شعب الأراضي السفلي بعاصمتهم السوس الأقصى وتغير كل شيء. كيف تحولت البشرية من عبادة الله الواحد الأحد إلى عبادة الأصنام والنجوم والنار والملوك؟ ذكرنا أن نبي الله شيس أنجب لأنوش الكثير من الأخوة والأخوات كان أهمهم على الإطلاق أتوكين ومنه خرج أبناؤه يغوص ويعوق ونس وسواع وود وفي نهاية زمن مهلائيل وفي الوقت الذي تفرغ فيه أبناء آدم وخاصة سكان الأراضي العليا للدفاع عن بلادهم كان هناك رجل من سلالة قابيل بالاشتراك مع إبليس يخططون لشيء آخر فقد أدى إبليس إلى رجل من أهل السهل من شعب قابيل يقال له سوبال ابن قابيل أتاه في صورة غلام وطلب منه أن يعمل خادما عنده، وكان يخدمه، واتخذ إبليس لعنه الله شيئا مثل الذي يزمر فيه رعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حولهم، فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة، فتبرج النساء للرجال، قال: وينزل الرجال لهن وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك. رأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا عليهن فظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال كان بين آدم ونوح ثمائة سنة وكان نسائهم أقبح ما يكون من النساء ورجلهم حسان فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها فأنزلت هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ففي نهاية عصر مهلائيل بدأ في الأراضي السفلى المعاصي بشتى أنواعها اتخذ المزامير والطنابير والطبول والعيدان والمعازف فانهمك ولد قابيل في اللهو ولكن في زمن يارد ابن مهلائيل نجح ابليس في تحويل شعب قابيل الى الكفر وعباده الاصنام وذلك مع بدايه نشاه اول حضاره في التاريخ حضاره اطلانتس بنات الاهرامات المصريه وهو ما سنذكره بالتفصيل بعد قليل في الوقت الذي اتجه فيه سكان مدينه السوس الاقصى شعب قابيل الى الاهتمام بالمدنيه واستخدام العلوم التي تركها انبياء الله ادم وشيس في انشاء حضاره متطوره حيث قام ابليس باكبر خدعه في التاريخ ليغوي ويضل البشر كما أضل أبيهم من قبل حين أخرجهم من الجنة، فماذا فعل إبليس؟ قال هشام: وأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فكان بنو شيس يأتون ويطوفون جنب آدم في المغارة التي دفن بها، فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل: إن لبني شيس دوارا يدورون حوله ويعظمونه، وليس لكم شيء فنحت لهم صنما فكان اول من عملها، واخبرني ابي قال: كان ود وسواء ويغوث ويعوق ونم قوما صالحين من ابناء اتركين ابن انوش ابن سيش ابن ادم، فماتوا في شهر واحد، فجزع عليهم اهاليهم واقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم هل لكم ان اعمل لكم خمسه اصنام على صورهم، غير اني لا اقدر ان اجعل فيها ارواحا؟ قالوا نعم. فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم وكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه ليعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول وعملت على عهد يارد ابن مهلائيل ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم فبعث الله إليهم إدريس فدعاهم ولم يزل أمرهم يشتد حتى بعث نوحا وجاء الطوفان فأهبط الماء هذه الأصنام من الأرض إلى أرض حتى قصفها إلى أرض جدة وكان كل ابن من أبناء آدم يوصي قومهم من سكان الأرض العليا ألا يناكح بنو شيس بني قابيل أو ألا يخالطوهم ولكن ما حدث كان غير ذلك فرغم أن شعب الأراضي العليا كانوا يملكون أصل العلوم في عاصمتهم بابل إلا أنهم تفرغوا للعبادة والأمور الدينية وأعطوها الأولوية والأهمية الأولى اتباعا لوصية جدهم آدم وشيس أنبياء الله ولكن أهل الأراضي السفلى في مدينة الصوص الأقصى استغلوا ما حصلوا عليه من علوم في عصر مهلائيل لإقامة أول وأكبر وأعظم حضارة عرفها التاريخ حضارة أطلنطس العظمى وكان الفارق بين الشعبين يتسع كل يوم ففي الأراضي السفلى انهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من ولد شيس فهم منهم ما رجل بالنزول إليهم بمخالفة ما أوصاهم به آبائهم وبلغ ذلك يارد فوعظهم ونهاهم فلم يقبلوا ونزلوا إلى ولد قابيل فأعجبوا بما رأوا منهم فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من أبنائهم، فلما أبطأوا ظنا من بالجبل ممن كان في نفسه زيغ أنهم أقاموا اختباطا، فتسللوا ينزلون من الجبل ورأوا اللهو فأعجبهم، ووافقوا نساء من ولد قابيل متشرعات إليهم وصرنا معهم، وانهمكوا في الطغيان، وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم، وبدأ الرجال في الأراضي العليا بالافتنان بما يحدث بالأراضي السفلى، وبدأوا في النزول والسكن في الأراضي السفلى، حتى تزايد أعداد شعب قابيل. وقل أعداد المؤمنين في الأراضي العليا، فزاد قوة شعب قابيل خاصة بعد نزول الكثير من حملة العلم من رجال الأراضي العليا، وانضمامهم إلى سكان مدينة أمسوس أو السوس الأقصى، ظل الأمر هكذا حتى أرسل الله من نسل يارد ابنه إدريس عليه السلام هيرمس الهرامسة، وأرسله إلى شعب قابيل، وأوصى من تبقى من شعب المؤمنين في الاراضي العليا بعدم الاختلاط بشعب قابيل وانظرهم جميعا بعقاب الهي عظيم سيحل على الارض ان لم يعودوا الى دين الله وكان يقصد الطوفان ونزل على نبي الله ادريس باقي العلوم السماويه وهنا اكتملت لدى سكان حضاره اطلنطس جميع العلوم التي ساعدتهم على انشاء تلك الحضاره الاعجازيه وبعد نبي الله ادريس ظهرت عباده النجوم واستكلم عن نبي الله ادريس ابو العلوم وهرمس الهامسة ومثلث العاصمة في فيديو قادم بإذن الله بالتفصيل ولكننا الآن نعود للخلف قليلا حتى نفهم كيف تم بناء حضارة أطلانتس في مصر قبل الطوفان كان أول أبناء قابيل ترك اليمن وذهب إلى مصر هو تبليل الألسن ومعه بعض أبناء قابيل ظلت كما ذكرنا سابقا أعدادهم تتزايد بشكل كبير وكانوا يسكنون في مغائر في الجبل المقطم اتجاه ترى وملكوا تبليل عليهم ملكا ظل في الملك حتى الممات وملك مع بعده ابنه نقراوش وهو أول ملوك حضارة أطلنطس وفي زمانه تم بناء مدينة السوس الأقصى وصارت دار المملكة قبل الطوفان وكان بهذه المدينة عجب العجاب فقد تم استخدام كل العلوم السماوية في عمران تلك المدينة مما جعلها النواة الأولى لحضارة أطلنطس من بعد موت مهلائيل استقل نقراوش بهذه المدينة على الأراضي العليا وبدأ في التجبر والطغيان وبدأ في زمان عبادة الأصنام ثم تزيادة العمائر وبنية المدن حتى قيل كان من مدينة أمسوس إلى الغرب 400 مدينة محكمة البناء يسكنها أمم من العمالقة الجبابرة وذلك قبل الطوفان قال العلامة إبراهيم ابن وصيف شاه في أخبار مدينة أمسوس وما كانت عليه من العجائب قيل كان بها طائر من نحاس على أسطوانة من رخام أخضر يصفر كل يوم عند طلوع الشمس مرتين وعند غروبها مرتين فيستدلون بتصفيره على ما يكون من الحوادث في ذلك اليوم، فيتهيئون لها، وأقام تمثال من حجر أسود في وسط المدينة، واتجاهه تمثال مثله إذا دخل المدينة سارق لا يقدر أن يزول حتى يسلك بينهما، فإذا سلك بينهما أطبق عليه فيؤخذ باليد، وعمل على جوانب هذه المدينة تماثيل من نحاس أصغر وهي مجوفة، وملأها كبريتًا، وكّل بها روحانية النار فكانت إذا قصدهم عدو أرسلت تلك التماثيل من أفواهها نارا أحرقته من وقته وعمل فوق جبل بطرس منارا من يفور منها الماء ويسقى من حولها من المزارع ولم تزل هذه الأزهار باقية حتى أزالها الطوفان وقيل نقراوش وهو الذي أصلح مجرى النيل وكان قبل ذلك تفرق بين الجبلين فوسع طريقه وقطع من الجبلين وأجراء إلى بلاد النوبة وشق منه نهرا عظيما وبنى عليه المدن وغاز فيها الأشجار ثم صار إلى منبع النيل حتى بلغ خط الاستواء ونظر إلى البحر الأسود المسمى بالزفتة ورأى النيل يجري عليه كالخيط الأبيض حتى يدخل تحت جبل القمر ثم رجع إلى مدينة أمسوس وأقام بها 180 سنة حتى هلك فلما مات دهن جسده بأدوية عجيبة حتى لا يبلى وكانت هذه أول عملية تحنيط في التاريخ ووضع في تابوت من ذهب ودفن في مدينة أمسوس ولم تزل مدينة أمسوس عاصمة حضارة أطلانتس باقية حتى محاها الطوفان ولما مات نقراوش خاف من الأولاد ثلاثة وهم نقراش ومصريم وعقام فتولى بعده ابنه نقراش وكان عالما بعلم الكهنة والسحر وتلصمات وللعلم فقط وحتى يفهم الجميع معنى كلمة سحر وطلسمات وكهنة هي أسماء أطلقها العامة من الناس على تلك العلوم الخارقة والتي وصلت لشعب قابيل من صحف آدم وشيس وكانت بالفعل علوم سماوية لولا الآثار القليلة التي تبقت منها حاليًا ما استطعنا تصديق أنها كانت موجودة يومًا ما لذلك عندما تسمعون بعد ذلك أي من الكلمات التالية كهنة أو سحر أو طلسمات فتعرفوا أنها مجرد مسميات للعلوم الحقيقية استطاع نقراش بتلك العلوم إخضاع وأسر مجموعة من الشياطين والجن بعد حرب القيامة البشرية وجعلهم يحملون سريره على أعناقهم ويطوفون به سائر الأقاليم حتى انتهى إلى البحر المحيط وتذكروا أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت سوى قارة واحدة تشمل جميع اليابسة ومحيطا واحدا يحيط بتلك القارة والتي يسميها علماء الجيولوجيا قارة بنيج بن والتي يسميها علماء الجيولوجيا قرية بنينجا وبني هناك قامة في وسط البحر المحيط ثم رجع إلى أمسوس وأقام بها حتى مات ثم تولى بعده أخوه مصريم وهو الذي مدى مدينة مصر وإليه تنسب وجعل هذه المدينة على عشرين ميلا وأجرى إليها ماء النيل وغاز بها شجرة عظيمة كانت تطعم سائر الفواكه وعمل في وسط المدينة قبة من وخام أحمر وعلى رأسها تمثال من نحاس ووكلت فيه الروحانية من الجن فكان إذا خرج أحد من اللصوص في الليل هلك مكانه وجعل بهذه المدينة أشياء كثيرة من الطلسمات والسحر واستمر على ذلك حتى مات وتولى بعده أخوه عقام وكان عالما بعلوم آدم وشيس وإليه تنسب كتب القبط التي فيها تواريخهم وما يحدث في الدنيا إلى آخر الزمان وقيل إن إدريس عليه السلام رفع في أيامه إلى السماء والقبط تذكر عن عقام هذا أشياء غريبة من السحر لا تقبلها العقول الغربتها وقيل إنه توجه إلى جبل القمر وبنى هناك قامة من نحاس أصفر وجعل على منبع النيل هناك خمسة وثمانين تمثالا من نحاس يخرج من حلوقها ماء النيل بنظام وتدبير بما يكون فيه لأهل مصر المنفعة دون الفساد وقدر ذلك على ستة عشر ذراعا بما توى به أراد مصر كلها أعاليها وأسافلها ويحصل لها الري الكامل في جميع جهاتها واستمر عقام ساكنا بالقصر الذي بناه علي سفح جبل القمر عند البطائح التي يصب فيها ماء النيل من تلك التماثيل التي صنعها هناك إلى أن مات ودفن بقصره المذكور أما خامس ملوك أطلانتس هو عرياق ابن عقام وكان عالما آدم وشيس قيل إنه صنع شجرة من نحاس أصفر ولها فروع إذا قرب منها الظالم أخاطفته بتلك الفروع، فلا تفلته حتى يقر بظلمه، ويخرج من ظلامه خصمه، وقيل إن هاروت وماروت كان في زمانه، وقيل إن عرياك هذا بنى في وسط مدينة أمسوس قبة عظيمة، وفوقها كالسحابة التي في السماء، تضر مطرًا خفيفًا شتاءً وصيفًا، وعمل تحت تلك القبة مطهرة فيها ماء أخضر، يتحصل من ذلك المطر، فإذا استعمله من به عاهة برأ من وقته. واستمر عرياق على ذلك حتى كادت به نساؤه فعمدت إهداهن إليه طعام ووضعت فيه السم وقدمته إليه فأكل منه فمات من وقته ولما مات عرياق تولى بعده ابنه لوجيم وكان عالما بعلوم آدم وشيس كانت له أعمال عجيبة منها أنه أما عمل أربع مرارات في جوانب مدينة أمسوس وجعل على كل منارة صورة غراب وفيه حية قد التوت عليه فلما عين الغربان ذلك نفروا من المدينة وكانوا قد أفسدوا الزروع والبساتين وأكلوا الثمار، فمن حينئذ لم يدخل المدينة غراب، واستمر لجيم على ذلك حتى مات، وتولى بعده خصليم وكان عالمًا بعلوم الهندسة، وعلوم آدم وشيس وإدريس، وهو أول من عمل مقياس زيادة النيل، وبناه بالرخام، وجعلوا في وسطه بركة صغيرة فيها ماء موزون بالحكمة، وعليها عقابان من نحاس، أحدهما ذكر والآخر أنثى. فإذا كان أوان الشهر الذي يزيد فيه الماء، جمع الكيان على تلك البركة وتكلموا بكلام، فإن صفر الذكر كان النيل عاليًا في تلك السنة، وإن صفرت الأنثى كان النيل ناقصًا، فيستعدون لذلك، وهو الذي بنى القنطار الكبيرة ببلاد النوبة على بحر النيل، واستمر خصلين في ملكه إلى أن هلك، وتولى بعده ابنه قفال، وكان عالمًا وعلوم آدم وشيس وإدريس، وقيل إنه عمل سربًا تحت النيل لتمشي فيه نسائه. ينتهي إلى بلاد الصعيد ينزلون به ويمشون فيه إلى بلاد الصعيد حتى يزرن البوابي التي في أخيم ونوح عليه السلام ولد في زمانه ولكن للعلم نبي الله نوح كان من سلالة الأراضي العليا وهؤلاء الملوك الذين نذكرهم لكم في هذه الحلقة كانوا ملوك أراضي السفلى ولكن كما ذكرنا في أول الفيديو لقد نزل أغلب رجال الأراضي العليا واختلطوا مع سكان الأراضي السفلى سكان حضارة أطلنطس شعب قابيل وقد هاجم ملوك حضارة أطلنطس الأراضي العليا وضموها إلى مملكة أطلنطس وعاصمتها أمسوس ومكانها الحالي مدينة الجيزة والقاهرة والدلدة في مصر وبعد هذه المخالطة التي نهاهم عنها أبونا آدم وشيس وإدريس عليهم السلام وعصيانهم لتلك الوصية وبعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام بعد صراع كبير مع سكان حضارة أطلنطس شعب قابيل سنذكره لكم بالتفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله انتشر الكفر بين سكان حضارة أطلانتس من سكان الأراضي العليا والسفلى من عبادة الأصنام إلى عبادة النجوم وهرب القلة القليلة من المؤمنين أبناء آدم وشيس إلى كهوف الجبال والصحاري ظلوا هناك خارج الحضارة البشرية حتى أرسل الله نوح إلى البشر وسنذكر لكم كل تلك الأمور بالتفصيل أيضا في أحد الفيديوهات القادمة بإذن الله واستمر كفال على ذلك حتى مات وتولى بعده ابنه تدريسان وكان عالما بعلوم العاميات وعلوم آدم وشيس وإدريس وكانت له ست أعمال عجيبة منها أنه عمل قصرا من خشب ونقش فيه دور الكواكب وفرشه بأحسن الفرش وحمله على الماء صار يجلس فيه هو وبنات عمه وكان يقتصر على حب النساء الحسان فلما جلس في ذلك القصر الخشب أحضر صفة الشراب وشرب فبينما هو في أغد عيش والكأس في يده، اذهبت من الجو ريح شديد وهو في وسط البحر، فاضطرب الماء فانقلب ذلك القصر الخشب به وتكسر، فغرق هو ومن كان معه في ذلك القصر عن اخرهم، وتحول سروره الى موته وهلاكه، ولما غرق تدرسان تولى بعده ابنه سرقاق، وكان عالما وعلوم ادم وشيس وادريس. كانت له من الأعمال العجيبة أشياء كثيرة، فمن ذلك أنه عمل صورة بطة من نحاس أصفر قائمة على أسطوانة من رخام أخضر على باب المدينة، فإذا دخل المدينة غريب صفقت تلك البطة بجناحيها وتصفر بحيث يسمعها كل من في المدينة، فيمسكون ذلك الغريب بيده، فكان في أيامه لا يستطيع غريب أن يدخل المدينة، وهو الذي شق من النيل نهرًا يمر إلى بلاد الغرب وبنى عليه المدن وقد اثبت علماء الجيولوجيا واكدوا في مناسبات كثيره انهم وجدوا اثار لنهر النيل في ليبيا والجزائر حتى جبال اطلس بالمغرب وسوف نعرض عليكم هذه الوثائق والخرائط في حينه باذن الله ولمن يتعجل منكم الامر فهو ليس سرا وكل تلك الابحاث منشوره بكثره على جميع المنصات سواء جوجل او اليوتيوب او غيرهم وهذه الاثار تؤكد مدى التطور الذي وصلت له حضاره اطلانتس والتي اخضعت كل تلك الاراضي تحت سيطرتها بل لم يكن على الأرض شعبا خارج عن سيطرتها وملك سرقاق أرض مصر 160 سنة ولما مات تولى بعده ابنه شهلوق وكان عالم آدم وشيس وإدريس عليه السلام فمن ذلك أنه عمل شجرة من نحاس أصفر ونصبها فوق الجبل المقطم فكان يقسم بها الرياح إلى البلاد التي يريد الفساد إلى أهلها فلا يستطيعون بها الإقامة حتى يأتوا إليه ويدخلوا تحت طاعته وفي أيامه ظهر معدن الفضة في بلاد البجة وهي موجودة حاليا في أعلى بلاد الصعيد فأخذ منه الكثير فكان جميع أوانيه فضة حتى نعال خيله وهو أول من أظهر عبادة النار وظهر في كنوز مصريم الأول وأقام شهلوك على ذلك حتى مات ولما مات تولى بعده ابنه سونيد وقيل سوريد، وكان عالما ادم وشيس وادريس عليهم السلام، وكان اغلى ملوك مصر بما ظفر به ابوه شهلوك من كنوز مصريم، وهو اهم ملوك حضاره أطلنتس على الاطلاق، فلقد اجتمع تحت يديه جميع العلوم وجميع كنوز الارض، صنع سونيد العجائب التي يعجز العقل عن تصديقها رغم حقيقتها، فكان اول عجائبه انه صنع مرآه من معادن كثيره وعجيبه، فكان ينظر فيها ما يحدث في الاقاليم من الحوادث، نصبها في وسط مدينه امسوس. وقد ظلت هذه المرآه موجوده حتى بعد الطوفان ووصلت الى نبي الله سليمان ثم سرقها الاسبان حتى وجدها طارق ابن زياد حين فتح الاندلس وقد ذلك الكثير من المؤرخين المسلمين والعرب ولا يعلم احد ماذا فعل بها واين اختفت وان كانت هناك تسريبات عن وجودها في بريطانيا وانها وهبتها للولايات المتحده الامريكيه ومن العجائب التي صنعها سويد ملك اطلانطس تمثال على صوره امرأه جالسه وهي من حجر وفي حجرها صبي ترضعه فكانت المرأة من نساء مصر إذا أصابها علة اللبن وقال لبنها مسحت سديها بسدي تلك الصورة فيدور لبنها وإن عصرت ولادة امرأة مسحت رأس تلك الصورة فتضع حملها سريعا وإذا وضعت الزانية يدها على تلك الصورة ارتعدت جميعها فلا تقدر على الرجوع حتى تدوب من ذنبها ولم تزل هذه الصورة باقية في مدينة أمسوس حتى أزالها الطوفان وقيل إن هذه الصورة ظهرت بعد الطوفان وعبدها أكثر الناس وهي مذكورة في التاريخ القبطي المصري حتى الآن وأبنها بالفعل كانت أحد التماثيل التي عبدت بعد الطوفان ولكن أهم ما قام به السويد على الإطلاق هو بناؤه لهرمي الجيزة في مصر الذي يطلق عليهما كذبا هرمي خوفو وخفرع وأيضا سنثبت لكم صحة هذا الكلام في باقي أجزاء السلسلة وسنثبت لكم بما لا يدع مجالا للشك أن ما يطلق عليهم ملوك الفراعنة ذكروا بانفسهم انهم ماصل اهرامات عن حضاره قديمه سبقتهم بالاف السنين وهو الامر الذي يعلمه كبار علماء الاثار في العالم ولكنهم يخفونه عنكم لاسباب كثيره سنذكرها لكم بالدليل في وقتها باذن الله قال ابن وصيف شاه ان سونيد هذا هو الذي بنى الهرمين العظيمين بمصر قبل الطوفان ب سنه وكانت الكهنه تنذر الناس بامر الطوفان فبنى سونيد هذه الاهرام واودع فيها امواله وتحفه وكتبه النفيسة في العلوم الجليلة وقال إن مضي الطوفان ونحن في الدنيا فترجع إلينا أموالنا وزخائرنا وإن نحن متنا في هذا الطوفان فتكون هذه الأهرام قبورا لأجزاتنا وقد بنيت هذه الأهرام في طالع سعيد وكل بها روحانية تحفظ ما فيها من الأموال إلى آخر الزمان وأخبار الأهرام لا تحصى قال ابن عبد الحكم وجد على الأهرام مكتوبا بالخط القديم وهو قلم الطير فكان معناه أنا سونيد ابن شهلوق بنيت هذه الأهرام في ستين سنة فمن أتى بعدي وزعم أنه مثلي فليهدمها في ستمائة سنة فإن الهدم أيسر من البناء وإني لما انتهى عمل منها جعلت لها عيدا وكسوتها بالديباج الملون فمن أبى بعدي وزعم أنه مثلي فليكسها بالحصر إن استطاع لذلك سبيلا قال ابن عبد الحكم دخل الأمير أحمد بن طولون إلى مصر أراد أن يفتح أحد الهرمين فحفر حولها على أن يجد شيئا من أبوابها فبينما هو يغوص في الرمال فوجد قطعة كبيرة من مرجان أحمر وعليها سطور مكتوبة بقلم الطير فأحضر من له خبرة بهزاز القلم فقرأ ذلك الخط فإذا معناه أبيات شعر وهي أنا باني الأهرام في مصر كلها ومالكها قدما بها والمقدم تركت بها آثار علمي وحكمتي على الظهر لا تبلى ولا تنتهي وفيها كنوز جمة وعجائب والظهر لين مرة وتهجم وفيها علومي كلها غير أنني أرى قبل هذا أن أموت فتعلم ستفتح أقفالي وتبدو عجائبي وفي ليلة في آخر الظهر تنجم ثماني وتسعة واثنتان وأربعة وسبعون بعد المئتين تسلم وبعد هذا جرى تسعين برها وتلقى البرابي وسحرها وتهدم ترون أفعالي في الصخور صنعتها ستبقى وأفنى ثم تبلى وتعدم فجمع ابن طلون الحكماء وأمرهم بأن يحسبوا هذه المدة فلم يقدروا على ذلك ووجدوا تاريخ هذه الكتابة قبل أن تبنى مصر بأربعة آلاف سنة فلم يحظوا ذلك فترك فتح الأهرام ولم يصفوا منه بغير تلك القطع المرجان وهذا أيضا دليل يؤكد أن بنات الأهرام المصرية هم حضارة أطلانتس قبل الطوفان واستمر السوريد في ملكه حتى مات بعد أن عاش نحو 200 سنة ثم تولى بعده ابنه هوجيب وقد واسع علوم أباه وهو الذي بنى أهرام دهشور وحمل إليها أمواله وكنوزه من أعماله العجيبة أنه عمل درهما من نحاس وعليه كتابة ومن شأن هذا الدرهم إذا ابتاع به صاحبه شيئا اشترط على البائع أن يزن له ما يبتاع منه من البضائع بوزن هذا الدرهم ولا يزد عليه شيئا فيغر البائع ذلك ويقبل منه الشرط فإذا وقع به الوزن يدخل قبالة هذا الدرهم جميع ما عند البائع من الأصناف ولا تعدله في الوزن، وكان من شأن هذا الدرهم إذا أراد صاحبه يبتاع به حاجة يقبله فيقول له: اذكر العهد القديم، ثم يبتاع به ما أراد، فإذا مضى صاحبه إلى داره يجد ذلك الدرهم قد سبقه إلى ميزانه، ويجد البائع به مكان الدرهم، وورقة بيضاء من قرطاس، فكان الناس يتعجبون من شأن هذا الدرهم، وقد وجد في بعض الكنوز، وحمل إلى خزائن بني أمية وقام بعد مدة بعده ثم فقد من بعد ذلك بالكلية وهذا الدرهم حتى وقت قريب كان موجودا بالفعل ولم يكن أسطورة خيالية كما سيظن البعض وذكر في تاريخ بني أمية واستمر هوجيف في ملكه حتى مات وتولى بعده منقاوس ابنه وكان جبارا عنيدا سفاكا للدماء وكان مهلها بحب النساء إذا سمع بامرأة جميلة أخذها من زوجها غصبا، وكان يسمع بوصف الجنة فقد كان في زمنه دعوة نوح عليه السلام في قومه، فقال: أنا أبني لي في الدنيا جنة مثلها، فبنى له قصرا على شاطئ النيل وتناهى في زخرفه، وأجرى فيه الأنهار من النيل وفرشه بالفرش الفاخرة، كان يجلس فيه وحوله النساء حسان، فبينهما هو جالس في بعض الأيام والكأس في يده فشرق به ومات من وقته، ودفن في ذلك القصر الذي بناه. وتولى من بعده ابنه أفروس فكان حسن السيرة عادلا في الرعية ولما تولى بعد أبيه رد النساء التي أخذت في أيام أبيه إلى أزواجهن وكذلك البنات التي أخذت من سائر البلاد ولكنه لم يؤمن برسالة نوح عليه السلام ومن أعماله العجيبة أنه عمل قبة على شاطئ النيل من نحاس أصفر جعل حولها أطيارا من ذهب وفضة اذا دخل فيها الريح فتصدر بادوات مطربه فى لغتاه شتى كان عنده مدهن من يقود احمر قطره خمسه اشبار فكان يشرب فيه الخمر وقد وجد هذا المدهن بعد الطوفان فى بعض البرابي صرر يتواصنه الملوك حتى خفى امره واستمر أفروس في ملكه حتى مات، وتولى بعده ابنه أفلانوس، فلما ولى بعد أبيه أظهر العدل في الرعية، ومن أعماله العجيبة أنه عمل منارة وعلى رأسها قبة من نحاس، وطلاها بدهانات عجيبة، فكانت إذا دخل الليل أضاءت تلك القبة على أهل المدينة، حتى تصير مثل النهار، يمشون الناس في ضوئها إلى وحوائجهم لا يحتاجون إلى السرج، فإذا طلع النهار وأشرقت الشمس خمد ضوئها. فلا يفسدها كثره الامطار ولا اختلاف الرياح عاش افالينوس مده طويله تزوج ثلثمائه امراه لم يولد له ولد فلما مات لم يكن له ولد فتولى بعده ابن عمه فرعان فكان جبارا عنيدا كان اسوا حكام حضاره اطلانطس على الاطلاق مغرما بحب النساء وكان شجاعا بطلا يحب الحرب ويقمع الجبابره وفي أيامه وقع الطوفان العظيم بالدنيا وكانت الكهنة تخبر بذلك من أيام سونيد حتى أنه بنى الأهرام لذلك الأمر العظيم حتى يحفظ فيه جميع العلوم السماوية لحضارة أطلانتس علوم أنبياء الله آدم وشيس وإدريس عليهم السلام العلوم التي عجزت الملائكة في السماء عن معرفتها والتي سببت في قيام اعظم حضاره عرفتها البشريه كلها حضاره اطلنطس المصريه قيل لما اقبل الطوفان ونبع الماء كان فرعون سكرانا لا يعي فقام ليذهب في الاسراب من الماء فتخللت به الارض ونبع الماء من تحت قوائم فرسه فسقط في الماء وغرق وهلك من دخل في الاسراب بالغم وقد دخل الماء وعم الدنيا مشرقا ومغربا وهلك كل من على وجه الارض من ادمي ووحش وطير ولم ينج من هذا الامر الا من دخل السفينه كانت هذه اسماء ملوك حضاره ما قبل الطوفان بالتفصيل كانت هذه بعض عجائب هؤلاء الملوك القدماء وبعض عجائب حضاره اطلانطس والتي اوهموكم انها كانت في المحيط الاطلنطي حاليا وانها خرجت في طوفان عظيم وسيتكبرون ان يعترفوا بالحقيقه الا وهي ان حضاره اطلانطس مصريه وان ملوك حضاره اطلانطس هم اصحاب كل العلوم واصحاب وبناة الاهرامات الحقيقيين سنثبت لكم في الفيديوهات القادمه باذن الله تعالى كيف كانت حضارة أطلنطس مصرية؟ وما هي الآثار المكتشفة في مصر وكل أنحاء العالم؟ تثبت أن تلك الحضارة العظيمة حكمت العالم كله من مصر من مدينة أمسوس أو السوس الأقصى، والتي سكنها قوم عاد بعد الطوفان وسموها عاد، وهي حاليًا المعادي في مصر، وسكنها ملوك الفراعنة وسموها منف، وسنذكر لكم بالتفصيل صراع نبي الله إدريس مع تلك الحضارة، وكيف ساهمت العلوم التي أتى بها النبي الله هرمس الهرمسة إدريس عليه السلام. في تطور مهول لحضاره اطلانطس وكيف استغل ملوك حضاره أطلانتس علوم النجوم الذي اتى به نبي الله ادريس في بناء الحضاره الاهرامات المصريه وكيف صنع ملوك حضاره اطلانطس ابو الهول على شكل صوره نبي الله ادريس تكريما له وكيف انتهت تلك الحضاره بعد عصيان اوامر الله ورفضهم الاذعان لنبي الله نوح عليه السلام ان اردتم معرفه التاريخ الحقيقي للبشريه وتاريخ الحضارات المفقوده والمعروفه واردتم ربط سلسله التاريخ ببعضها وربطها بالاديان اذا اردتم ان تعرفوا الحقيقه التي يخفونها عنكم فعليكم بالاشتراك فورا في القناه ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لجميع الناس وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته